برعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بخورفكان، تدعوكم أسرة جامعة الشارقة فرع خورفكان لحضور الفعالية السنوية مهرجان خورفكان الإنشادي الثالث تحت شعار لأجل بلادي ينشد الحادي، بمشاركة نجوم الفن والإنشاد الهادف المنشد محمد العزاوي. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا. أنا والمنشد أحمد الرضوان. قلبي بديني عانق النور يصبح وينسي دوم فرحان، ما له سوى من نزل النور. والمنشد عبد الله الشحي. نزرعها البسمة بالإحسان، ندعيك والله ونتمنى يا رب ترزقنا الجنة وشفاعة نبينا العدنا. الله يا الله يا عالم. وفرقة النهام الإماراتية. يوم الجمعة الموافق 24/6/2011 بعد صلاة العشاء مباشرة في مسرح المركز الثقافي بخورفكان والدعوة عامة. ترقبوا السحب الكبير. هذا المهرجان برعاية الراعي الرئيسي مجموعة الشمالية، وهي مجموعة شركات وطنية رأس مالها وطني 100%، وتضم عضويتها 4 شركات هي الشمالية لخدمات تنظيف المباني، الشمالية لخدمات حراسة المباني، الشمالية لخدمات رجال الأعمال، الشمالية للمقاولات العامة. وحيث أن لمجموعة الشمالية رؤية ورسالة تشتمل على مجموعة أهداف يأتي على رأسها الاهتمام بالأنشطة الإنسانية والاجتماعية. الراعي الذهبي فيرست فيرنيتشر، الراعي الفضي استوديو رؤية للإنتاج الفني، الراعي البرونزي هدايا للمطبوعات الفاخرة والمميزة، الراعي الإلكتروني شبكة إنشادكم العالمية.